لقد وصل بعض العلماء والباحثين أنه لا يوجد للكتاب المقدس إلا القليل من المخطوطات، الأمر الذي يشكك في صحته ومصداقيته، وأنك إن ذهبت لمتاحف العالم لن تجد أثر كبير للكتاب المقدس. يا خبر، اللي كتب الخبر ده هل فعلا زار متاحف العالم ومكتبتها؟ هل فعلا دور بنفسه ولقى إنه الكتاب المقدس مش موجود في المكتبات والمتاحف العالمية؟ كلام ده حقيقي ولا إزاي الناس بتكتب كده؟ خدعوك فقالوا إيه؟ خدعوك فقالوا إن متاحف العالم ومكتبات العالم ما فيهاش الكتاب المقدس، أو هتلاقي قليل قوي من مخطوطاته. بصراحة كذبة كبيرة. ليه؟ لأن متاحف العالم ومكتبتها غنية بالكتاب المقدس، موجود فيها الكتاب المقدس في كل حتة. دي الحقيقة اللي ممكن تختبرها بنفسك، وهي إنك تروح تزور متاحف العالم وتتأكد الكلام ده صحيح ولا لا. فمثلا لو احنا بنقول تم اكتشاف المخطوطات بتاعت الكتاب المقدس فين، لو رحنا مصر هنلاقي عشرات المخطوطات اللي تم اكتشافها في مصر، في نجع حمادي وفي القاهرة وفي سانت كاترين وفي غيرها. لو مشينا كده شوية ورحنا الأردن هنلاقي مخطوطات عظيمة تم اكتشافها في وادي قمران من حوالي 70-80 سنة. فهتلف وتدور يمين وشمال هتلاقي أماكن بتدل على الكتاب المقدس ومخطوطاته الكتير. طيب لو عايزين نروح للمكتبات الضخمة والمتاحف الكبيرة هنلاقي فين؟ تعال نبدأ بفرنسا. هتروح فرنسا هتلاقي المخطوطة الإبراهيمية موجودة وحاضرة في فرنسا. تمشي شوية وروح إنجلترا هتلاقي في مكتبة رايلاند لاند في مانشستر نسخة ونسخ كتيرة من المخطوطات. لو كملت كمان في انجلترا هتلاقي النسخة السينائية موجودة في المتحف البريطاني. لو رحت شوية لسويسرا هتلاقي في بردية محفوظة هناك. لو طرت وعديت المحيط ورحت على امريكا هتلاقي في ميشيغن وفي كذا ولاية تانية وفي كذا متحف فيها آلاف المخطوطات. إذن الكتاب المقدس بمخطوطاته موجود في كل العالم، مفيش حتة مفيهاش كتاب مقدس. تقدر تروح أي مكتبة أي متحف كبير هتلاقي آلاف من المخطوطات. الكتاب المقدس عشان هو كتاب ربنا، فربنا قصد إنه يكون موجود ومنتشر في كل العالم. كل المتاحف غنية بيه، كل المكتبات بتعتز بإنه موجود في رفوفها وفي محفوظاتها الكتاب المقدس، بتحافظ عليه جدا لأنه كلمة الله الحية الفعالة المغيرة للبشر. وعشان كده أنا عايز أشجعك قوي إنك تزور، ما تكتفيش بالسمع، ما تقولش فلان قال أو علان قال لنا، لأ أنت روح زور. تقولي بس أنا صعب علي أركب طيارة وأروح أزور، أقول لك ما تركبش طيارة، ما تروحش، ادخل على الإنترنت شوف الويب سايت بتاعت المكتبات والأسماء اللي احنا ذكرناها وراجعها وشوف فعلا المخطوطات دي موجودة فيها ولا لأ. هتلاقيها موجودة وهتلاقي صورها موجودة، تقدر تتأكد بنفسك. اوعى تعتمد على السمع وبس، اتأكد بنفسك لأن ممكن الناس تخدعك. الكتاب المقدس موجود ومنتشر في كل العالم، في مكتباته، في متاحفه، في كل حتة. مش بس كده، لكن كمان بالرغم ان هو موجود في كل الأماكن دي إلا انه الأهم ان يبقى موجود في قلبك. هو ده الحاجة الحقيقية والفعلية، موجود في قلبك هيغيرك. مش مقصود بانه موجود في المتاحف انه يغنينا عن هو موجود في قلبك، لا، هو موجود في المتاحف عشان يدل على اصالته وموثوقيته، لكن موجود في قلبك عشان يدل على قوته وتأثيره في حياتك. عشان كده اقراه هيغيرك. الكتاب المقدس كلمة الله الحية.